الحساسيه ما لها لقاح ابدا. في عيادات ايش بتسوي؟ طبعا هذه عيادات متخصصه انه بالحساسيه, بالحساسيه تبدا تعرض الاشخاص اللي عندهم حساسيه. مثلا قالت عندها بنتها من الكرز, طبعا العلاج الوحيد انها تبتعد عن الكرز بمصادره كلها او اي شيء يحتوي على الكرز. بس في عيادات ايش بتسوي؟ بتعطي كميات بسيطه جدا من الكرز وتعرضها للشخص اللي عنده حساسيه, فيبدا الجسم زي الفاكسين زي اللقاحات الامراض وكذا, هم بيعرضوا يعني بيعطوا اللقاح للاشخاص عشان ما يمرضوا. فنفس الشيء الحساسيه, يبدا الواحد بيعطي كميات بسيطه جدا بين ما الجسم المناعي يتعود عليها, فما يصير له يعني ما يصير له تفاعل او تبدا تطلع اعراض الحساسيه. فهو ممكن انه يتعافى من الحساسيه, لكن هذه لازم تحت مختصين, والاهل ما يسووها في البيت ابدا ولا يجربوا, لازم تكون تحت يعني اشراف طبي. ايوه اشراف طبي. براءة البرج الطبيه, شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب.